عشر هزات أرضية متوالية تضرب خليج عدن واشتباكات عنيفة في تعز. ضرب زلزال الساعات الماضية خليج عدن ومناطق مختلفة جنوبي اليمن. وقالت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر في الأرصاد أن الزلزال بقوة 5.9 درجة هز منطقة خليج عدن على عمق 10 كيلومترات. وأشارت الوكالة إلى أن 10 هزات بحرية متوالية ضربت خليج عدن، بينها متوسطة وقوية قبالة سواحل محافظة شبوة، موضحة أنه لا توقعات بحدوث تسونامي. ويشهد خليج عدن هزات أرضية بشكل متواصل خصوصاً الفترة الأخيرة بعد حدوث الزلزال المدمر في تركيا وسوريا. وكما اندلعت اشتباكات مسلحة اليوم في مدينة تعز جنوبي اليمن. وقالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة نشبت بين مسلحين من فصائل أمنية موالية للإصلاح إثر خلافات على تحصيل جبايات فرزة الباصات في حي النسيرية وسط المدينة. وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات أثارت الرعب لدى المارة والأهالي، مما تسبب بتوقف الحركة لساعات. وتأتي التطورات في ظل استمرار انهيار الأوضاع الأمنية في مدينة تعز مع انتشار العصابات واحتدام الصراعات بين فصائل التحالف.